في السجن المركزي ومن داخل الزنزانة لقيت حالة غريبة بشعة، خذت لها زخم إعلامي كبير. صاحب هذه الجريمة قدامي، بستفسر منه أكو ليش سويت الجريمة، متى صارت الجريمة، ومن وياك بالجريمة، شلونك الحين؟ الحمد لله بكل حال. الحمد لله. شنو جريمتك؟ وش اللي جابك هني؟ مخدرات. شلون؟ مخدرات. مخدرات. تكلمني عن وجودك هني، القصة اللي صارت اللي جابتك هني، وشنو حكموك؟ طبعا حكموني بالإعدام. أنت محكوم إعدام الحين؟ أي نعم. شو سويت؟ ذاك اليوم ما كنت بوايي ولا ياك بوايي ولا أنا سويت يعني هالسالفة اللي انكتبت بالجرائد. بسمع منك السالفة، أنت قول لي إياها. شنو السالفة الصجية اللي أنت تعرفها؟ هي الأم تريها من الطفلة ما تبيها. وبعد بنفس اليوم كنا طالعين وقطعتها على سيارتها والطفلة ما فيها أي شيء. دقت علي بعد مرور ساعة أو ساعتين كان يقول الطفلة توفى. الطفلة توفى. بعدها يوني المباحث مسكوني وحولوني قالوا لي إنك أنت متهم قتل طفلة. قلت له أنا ما ذبحت وأنا مو مسوي شيء. قال لي شنو صارت قرابتك بالأم؟ قلت له هي صديقتي. قال لي أنت ذابح الطفلة وهذا؟ قلت له لا غير صحيح. قال لي شنو الأم شنو متأذية من الطفلة؟ قلت له الله أعلم بس هي متأذية منها. قال لي أنت إنك أنت ذابح وهذا؟ قلت له لا. يعني أنت ما قتلت ولا لك شغل مني والدرب جابوك وحطوك هني، ليش ما قلت هالحكي قدام المباحث، قدام النيابة، قدام المحكمة؟ كل النيابة ما أعطاني فرصة إني أتكلم معك. لا بالعكس، النيابة تعطيك الفرصة الكبيرة تقول ما تشاء. النيابة العامة تطلق لك العنان تتكلم على راحتك، يعني لا تملي عليك شيء، لا أنت تقول اللي تبي تقوله. ليش ما انكرت؟ ليش ما قلت مو أنا؟ أنا قلت حق كيمياء، قلت لك قلت أنا ما ذبحت. قال لي أنت كنت متعاطي؟ قلت له نعم. قال لي أنت كنت متعاطي؟ قلت له نعم. إحنا سمعنا كلام كثير، قالوا حطيتوها بالثلاجة، قالوا أنت خنقتها، قالوا كلام كثير سمعناه. يعني نبي إذا عندك الجراءة إنك تقول وبصراحة إيش سويتوا في البنية؟ وليش ما نصحتها؟ ما تبي بنتها؟ تروح تسلمها الشؤون، تسلمها دار الرعاية، تسلمها الجهات المختصة، ليش تذبحها؟ وليش تتهمك أنت في الذبح ما اتهمت واحد ثاني؟ مو يوم السلوة قالوا لك قالوا لك منو كانوا يعطيك قاد؟ ويابوني الناس استبعدوا التهمة عنها وقالت قالت إنها ما قدرت يعني تبعد التهمة عنها، أنت إعدام وهي إعدام ونفس الحكم اثنيناتكم. وفي جلسة واحدة تجلسون أمام القاضي، أمام قاضي الجنايات، ليش ما تكلمت قدام قاضي الجنايات وقلت له أنا بريء أنا مالي شغل؟ أنا قلت له إن أنا مالي أي دخل بالموضوع ولا لي أمر بالسالفة هذه كلها. قلت له هي دقت علي بعدها بساعتين قالت لي إن طفلة توفت. بعدها قلت له شلون توفت؟ كان يقول لي الله ياخذهم وأنا ما أبيها. كان بلغت عن وجود جريمة عشان تبعد عنك الجريمة، خصوصا أنت يعني صديق الأسرة، صديقها تتردد عليها صح؟ كان بلغت أن في طفلة ماتت. بس أنا ما أدري أن هي ما هي دقت علي كانت بالطب الشرعي زين المباحث كان ماسكينها. ما أنا ما صدقت الموضوع، لكن لما يوني المباحث البيت وداهموني هني أكدت أن الخبر صحيح.